والله يا اخويا احنا الشعب الجزيري كعامه كلهم مش متربين على هاد الحوايج، ما نحبوش احنا هكا، فهمتني؟ وكي تحب التفاصيل احنا اي حاجه هذه غربيه قاعدين نقلدوا فيها نحن، فهمتني؟ اي مش حاجه شغل نايضين فيها ولا نايضه في العقائد تاعنا، احنا قاعدين نقلدوا. احنا كاينه حاجه درك كل واحد ربي واش عطاه في عقله، كل واحد والعلم اللي عنده. احنا كاينه حاجه واحده كي زدنا وتعلمناها احنا كل الشعب العربي ولا شعب الجزيري، السنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ربي يهبط القران وهبط لنا السنه وتبع السنه تاعو اكتب بعد ربي سبحانه. لا اخويا والله ما كاين حتى هذه ويغي تقاليد، احنا نعندو احنا وعدنا نسبه كبيره من الشعب تاعنا اما عام، فهمتني؟ الشعب اما عاده انه يعاند وصاي ما يحوش المغزى تاع واش، اما احنا كي نرجعوا لثقافتنا قلت لك وتربيتنا ماهيش حاجه هذه، لانه نعندو فيها اصلا كنت تقبض اي واحد تاع مدي ذوك الدب ولا مدي اي عفسه تاع يعبر عن الحب تاعه، تقول له اعطيني الفائده ولا اعطيني الاخرى وما يعطيكش، ما يش خاطر هو ويعاند برك مش فاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا حديث شغل نتبعوه، قال لهم على الكفار هادو والنصارى والحوايج هادو اللي بعاد على الدين تاعنا، قال لهم لو دخلوا جحر دب لتبعتموه، احنا نتبعوه، فهمتني؟ احنا رانا لحقنا له الوقت هذا، فهمتني؟ الشباب والمجتمع الجزائري والاسلامي كان والله واش ننصح اخويا، احنا شبيبه وكاين هنا الناس اللي تعرفني وكاين عبادك شغل الشعب الجزيري ككل، نصيحه عامه فك عليك من الحب وهاد الحوايج هادو، واخدم رضي الوالدين رضي الميم، اخدم على الدنيا تاعك ما تعبكش الدنيا واش فيها هادي. وديما احنا كيما شغل هادي مقوله يقولوها الشبيبه برك قليل اللي يعرفها، او غدوه يدفنوك الرجاله، هادي كي تحب تخدمها في راسك تعرف واش معناتها. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.